في نهارك زملكاوي، خلونا نبدأ فقرتنا. نقرا الخبر من عند فريقنا اللي هيستأنف النهارده تدريباته الساعة 1 الظهر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وعلى ملعب حلم زمورة بمقر النادي استعدادا للفترة اللي جاية. طبعا فريقنا حصل على راحة لمدة 3 أيام بقرار من كابتن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق بعد الفوز على نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح. ان شاء الله تكون عوده حميده لكل اللعيبه ويكونوا ان شاء الله على اتم استعداد للفتره اللي جايه. وايضا قرر الجهاز الفني للفريق بقياده الكابتن معتمد وضع برنامج بدني وتاهيلي خاص للاعبين خلال الفتره اللي جايه عشان يكونوا جاهزين بالشكل الامثل خلال فتره التوقف الحاليه. وبيرغب كابتن معتمد في تجهيز جميع اللاعبين بالشكل البدني المناسب، خاصة إن الفريق مقبل على مباريات هامة سواء على المستوى المحلي في مسابقة الدوري أو على المستوى القاري بمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية. كابتن علاء رجب مخطط الأحمال جهز البرنامج التأهيلي والبدني وتم عرضه على الكابتن معتمد جمال وتقرر البدء فيه من تدريبات النهاردة بعد العودة من الراحة اللي كان منحها كابتن معتمد للعيبة زي ما قلنا بعد الفوز على نادي بيراميدز. كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق موعد عودة مدافعنا محمود حمدي الونش للتدريبات بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي بسبب جراحة الرباط الصليبي اللي عملها الفترة اللي فاتت. وقال دكتور محمد أسامة الونش أنهى خلاص المرحلة الثانية من التأهيل وبدأ في المرحلة الأخيرة وممكن بعد شهر ينتهي منها. كمان قال إن اللاعب هيسافر ألمانيا للخضوع لفحص نهائي لتحديد وتقييم للبرنامج وبعدها هيتحدد ان شاء الله موعد مشاركته مع الفريق. وقال غير صحيح ما تردد بشأن مشاركة الونش في التدريبات الجماعية وانه اصبح جاهز، ولكن بعد شهر سيخضع لقياسات طبية ومن خلالها هيتحدد موعد مشاركته في التدريبات مع فريق نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله. اكيد بنتمنى عودة حميدة للونش، هيفرق بشكل كبير جدا جدا في خط دفاع نادي الزمالك.